يعني أستاذ كبير وكان نقدنا فترة وحد محترم وحد يعني والله ما نلاقي زيه، ربنا يرحمه برحمته، كلنا فديعة كبيرة في الوسط الفني بصراحة. يعني طارق عبد العزيز وراه يعني حقيقة خبطتين. حالة زوجته وصحتها ايه؟ يعني الحمد لله ربنا يرحمه. زوجته ولا زوجته؟ طب هم بلغت بحالة الوفاة؟ اه بلغت؟ لا صح. قال الله قال الله اتفضل. صح احنا في كل مين عين اه المغرب قال الله طريق يا جماعة بس باش بعد اسمك طريق يا جماعة ما دخلنا مقال لازم تطور انت بعتلي حاجة بس علم داركو يا باشا دارك يا باشا عشان العربية تطلع بس بعد اسمكم يلا انت معايا بصي هو محمد كلمه واحده عندها ميت هقول لها ايه تحليل الطريق خلينا نجيب العربيه الله يستر لازم قال الله قال الله لا يا باشا روح طلبهم كلهم هيجوا على صح طب هو قال لك على جنب لو سمحتوا من فضلكم خلص قال لي ها نعم